الإتجار بالحيوانات وتحديدا الكلاب السائبة ظاهرة جديدة تشهدها مناطق العاصمة بغداد بوجود مجاميع تنتشر بين الأزقة والأحياء تعمل على إجراء عمليات جراحية للكلاب وتركها معوقة بعد أخذ أجزاء من الأعضاء الحيوانية. يتاجرون بها كالأعضاء أو عمليات إرهابية. يعني أكل الاتجار بالبشر والاتجار بالحيوانات. حتى عمليات إرهابية يستخدمون بها هذه. بس بدون بنج. بتر لك إيده، بتر لك رجله، إذانه بدون بنج. زين أكو قلنا إنه مثلا يحسنون نسلها أو كذا أو هذه. هذه طبعًا هي أفضل الكلاب السائبة بالعالم هي العراقية. بناحية الذكاء مالتها. مكافحو الكلاب السائبة بطريقة النقل إلى المحميات تعرضوا إلى التهديد المباشر وسرقة للمعدات وإجبار الآخرين على تركها عرضة لعمليات الإتجار بها. من استبعد المتاجر بأعضاء الحيوانات يستخدمون للبشر، كل شيء جائز وكل شيء عادي يصير بهذا الوقت. يتحدث مواطنون أن وجود أعداد كبيرة من الكلاب التي تعاني الأمراض والتي بدأت تظهر عليها علامات التشوهات إثر الاستغلال الذي يحصل بها. للشرقية نيوز خطاب عادل بغداد.